محمد الختماوي، الفنان التشكيلي العصامي والابن البار لمدينة طنجة. بين أحضان مدينة البوغاز انبثقت لديه موهبة الرسم، وبالرغم من صغر سنه كان يرسم قصصا مصورة من باب التقليد والمحاكاة. تلقى دراسته حتى حصل على شهادة البكالوريا بثانوية مولاي رشيد. انتقل بعدها إلى مدينة تطوان ليكمل دراسته الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وليتحصل منها على الإجازة شعبة التاريخ. عاد إلى مدينة طنجة، فقد كان له موعد مع موهبته الرسم والتي أبت إلا أن تخرج للوجود. في سنة 2000 التحق بمندوبية وزارة الثقافة ورشة الفن التشكيلي لينهل منها تقنيات وأدوات الرسم. موهبته الفطرية جعلت منه فنانا تشكيليا مميزا تجود ريشته ليرسم لنا رسمته من وحي روحه، فالباطن عنده منبع الجماليات والظاهر مشهدها. لوحاته إن صوحبت بشرح وإيضاح كانت بلاغاً ناطقاً، وللرمزية في لوحاته أثر على النفس وللغموض فيها إيحاء. كل هذا العمل قد مكنه من أن يشارك سنة 2010 في مسابقة تابعة للفنون الجميلة ورشة القصص المصورة. أما في سنة 2013 كان له كل الاستعداد بأن يشارك في معرض الفن التشكيلي التابع لوزارة الثقافة. كل هذا المسار كان كفيلاً بأن يجعل محمد الختماوي يقرر بإقامة معرض للوحاته الفنية المتنوعة في طابق منزلي خصصه معرضاً لرسماته الناطقة وباباً مفتوحاً في وجه أصدقائه وزواره. من آخر إبداعاته رسماته لوجوه طنجوية عديدة، وقد لاقت إعجاباً وتشجيعاً من طرف أصدقائه وتفاعلاً على صفحات الفضاء الأزرق. وفي ظل الحجر الصحي رسماته للوجوه الطنجوية كانت ملاذاً فنياً ومتنفساً شعورياً، فالرسم عند محمد الختماوي هواية ورسالة. يبقى الفن التشكيلي رسالة روحية جسدية تجسد بألوان الكون رسالة الكون، وتحمل للآتين بقية ألوان ما سبقوهم، وتصنع حضارة قادمة.